يعني أكثر الاستهلاك ما يزيد عن دقيقة. نعرف إنه إحنا مصادر التنشئة الاجتماعية يعني تتمثل بأربع مصادر: الأسرة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والرفاق، والمصدر الرابع اللي هو النماذج البشرية الحية. حقيقة ظل يعني تلافي محدودية تأثير المصادر الثلاث الأولى، بظل المصدر الرابع النماذج البشرية الحية هي الأقدر على التأثير والتغيير في القيم والاتجاهات. أنا حقيقة أسف إني حضرت محاضرات لبعض رؤساء حكومات سابقين كان الحضور ما يتجاوز أو ما يتعدى عدد أصابع اليد، وسعادتك أنا شايف الحضور الطيب يعني ما يؤكد على أنه حضرتك نموذج ومثل يحتدى ويقتدى. سؤالي الأخير والسؤال المباشر: أين يكمن الخلل في عدم ظهور شخصيات وطنية تكون محل إجماع وطني وتكون نماذج بشرية تحتدى وتقتدى؟ وشكرا. شكرا. طبعا ندير عوامله، نشكر الدكتور خالد اللي أتاح لنا فرصة نلتقي بسعادة العين. سعادة العين، سؤالي: كيف نتخلص من الثلاث ثقافات المدمرة للمواطنة ومساهمة بالفساد، وهي ثقافة العيب بالشهادات، ثقافة الطبقية الناتجة للسعي للمال، ثقافة الابتزاز ناتجة للسعي للمصالح العامة سواء كان إصلاح سياسي أو حتى نقابي أو مهني؟ وشكرا. شكرا. أحكي لك، إحنا شوي متحيلين في مركز الرأي للدراسات، اسمح لي أن أكشف سر. احنا في العادة لدينا نهج براول، ما بنخبر الضيف بانه دائما محاضرته ممكن تكون مرشحة لان تكون كراس استراتيجي يصدر عن المركز. بنراقب كإدارة مركز مدى قوة المحاضرة، ان وجدنا ان المحاضرة ونقاشاتها قوية ربما يكون مرشح، وبالتالي بشرنا دكتور أن تكون كراس الرأي الاستراتيجي القادم هذه المحاضرة بعد هذا النقاش الثري والمعلومات اللي قدمتها، وهذا مكسب احنا بنفتكر في مركز الرأي دراسات. تفضل جاوب لانه كل الاسئله راح نحطها بين ايديك عشان تطول وقتك. حطيت الساعه مشان التقيد بالدقيقتين. ابدا. هذا اولا سعد رئيس الجلسه ومدير الجلسه الدكتور فايز شقران ودكتور دكتور عمر خير، نشكركم على استضافتي وعلى شرف أن أكون معكم. نحن أريد أن أرد بسرعة سريعة جدا، تلكسات أو مسج السريعة. أنا أتكلم عن صنع المعرفة، وصنع المعرفة هو صنع الثروة. الطالب ليس هو الحلقة الأضعف، الطالب هو الحلقة الأقوى، لأن الطالب في عصر المعرفة لا يحتاجني ولا يحتاج الدولة ولا وزير التعليم ولا الجامعة ولا المدرسة. بيل جيتس سقط في الجامعة ما كمل دراسته. الطالب ياهو اخترعت من قبل طالبين تخرجا من جامعة ما بنعرف شو اسمها، واستطاعا أن يخترعا نظام الياهو لأنه كانوا عطلين عن العمل وجالسين بشقتهم مش عارفين شو يعملوا. الطالب هو الأقوى في مجتمع المعرفة. المساواة، مجتمع المعرفة لا يملكه من يملك فضاء المعرفة. أمريكا اخترعت الإنترنت، نعم، وأنا لي قصة طويلة مع موضوع إدارة الإنترنت من خلال مناصبي في الأمم المتحدة المختلفة. وصحيح أن أمريكا تسيطر على أدوات عمل الإنترنت، بس الإنترنت لا تملكها أمريكا. عندما يدخل حفيدي على الإنترنت هو مساوي لحفيد رئيس جمهورية أمريكا ورئيس جمهورية أي دولة، وأكبر غني في الدنيا له نفس الحقوق على الإنترنت التي هي لمن يدخل هذه المحيط. يبقى علي أنا كيف أستطيع أن أستثمر هذا الحق الديمقراطي الوحيد. الديمقراطية الوحيدة في الدنيا الكاملة هي الإنترنت. ما في دولة ديمقراطية، كل تجزيء، كل جزئي، الديمقراطية جزئية. الديمقراطية الكاملة هي فقط في فضاء الإنترنت، وهذه نعمة يجب أن ندركها. أنا زميل وأعتز بمعالي الدكتور عصام زعبلاوي، ونتعلم منه دائما ولا أسمح لنفسي بأن أخالفه.
فبالتالي أنا أنتقل إلى أن أقول بأني أنا معك في كل ما تقوله، ولكن أنا تفكيري في شيء آخر. يعني نحن لسنا مختلفين، إنما نتكلم في فضائين مختلفين. أنا أتكلم في فضاء المعرفة الجديد، ومعالي يتكلم عن فضاء العالم الحقيقي الواقعي اللي هو إحنا عايشينه والذي سيصبح العصر الحجري. أنا أتكلم عن الفضاء المقبل. بالنسبة لسيطرة الأقلية الأكثرية، ما فيش سيطرة في الإنترنت لأي إنسان. يستطيع أضعف إنسان إذا أسحسن استعمال التقنيات أن يكون له أقوى قوة في هذا المحيط. أنا تفسيري للجامعة، عندما أتكلم عن الجامعة أنا أتكلم عن التعليم. الجامعة هي جامعة، فعندما أقول أننا نقيم جامعة من نوع جديد على مستوى العالم وفي الفضاء ولا تخضع لأي وزارة تعليم في الدنيا، أنا أقصد التعليم من بدايته إلى آخره، لأن التعليم لا يجوز أن يحكمه مراحل. بالنهاية نظام التعليم اللي أنا أتطلع إليه ليس نظاما مبرمجا بالطريقة اللي موجودة في هذه الدنيا. قولوا عني خرفان، أنا ممكن أحصل على الدكتوراه من دون ما أروح لا على إليمنتري سكول ولا على بكالوريوس ولا على MBA. شو الغلط؟ مدام أنا وصلت إلى هذا المرحلة من هذا التفوق، فأنا لذلك عندما أتكلم عن الجامعة أنا أقصد كافة مراحل التعليم، المشاكل التي نعاني منها، العيب، الطبقية إلى آخره، كلها تحل من خلال مبدأ المواطنة. وأنا أتمنى على هذا المركز أن يقيم جدل حول هذا الموضوع، في ولو يكون حوار مع المواطنين، لأنه هذا اللي يغني ويضع في فلسفتهم هذا الموضوع. وأن نوجه رسالة إلى وزراء التعليم ووزراء التعليم العالي، بدنا منكم المواطنة، بدنا منكم تعلمونا كيف نكون مواطنين صالحين. هذا اللي بدي اياه منك، مش تقول لي ما تدرسش برنامج هارفارد، ادرس برنامج يل. انا اريد منك ان تعلمني كيف اصبح مواطن صالح. هذا ما اتمناه على الحكومة وعلى المواطنين وعلى المسؤولين في الدولة. وبالتالي بالنهاية انا اقول اننا اذا عالجنا هذه المحاور الخمسة، التعليم والتعليم للمواطنة والمواطنة بكل مفاهيمها والموالاة والموالاة المعارضة والولاء، نستطيع أن نحقق كل ما يقلقكم الآن. وهذا مش اختراع، أنا ما بقول أني اخترعت شيء، أنا بقول هنا ألخص أفكار من هم أحسن مني وأعقل مني وسبقوني بالفكر وأضعها للنقاش. أنا لما أخترع شيء جديد، ولا أنا أقول أني أخترع، أنا بخترع بمجالات أخرى، أخترع في مجال عملي، ولكن عندما أطرح نظريات للمستقبل وأحاول أن أرسل رسالة، أجمع كل ما أستطيع كطالب وكتلميذ يتعلم، أجمع من العلوم العالمية والعلوم البشرية وأطلق الصيحة. فأنا عم بطلق صيحة ولست مخترعا لهذه الصيحة. شكرا جزيلا، وأنا سعيد وفخور بهذا اللقاء. شكرا 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 سعادة العين. شكرا لكم جميعا. اسمحوا لي باسم مركز رائد الدراسات ندعوكم في الاستراحة، يعني فيها كوفي بريك. في